إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ نعم. إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ لا، أكمل القرآن ثم إذا أكملته تبدأ من جديد. أما إذا أنك ما أكملته وتترك باقيه وتبدأ من جديد بعد كل رمضان، لا، ما هو طيب. أكمل القرآن ثم بعد ذلك تبدأ من جديد.